يا مساء الخير عليكم. انا دينا شاكر، انا كان عندي سرطان وربنا الحمد لله شفاني، وعرفت انه السنه دي مؤسسه بهية الحقيقه قررت انها ما تعملش اعلانات وتستغل كل جنيه وكل مليم بيتقدم من خلال التبرعات في ان هم يوجهوا كل التبرعات دي لمؤسسه بهية الشيخ زايد. بصراحه لقيت انه فكره حلوه جدا، وعشان كده انا بس حبيت ان انا اعمل اعلان صغير ادعم فيه مؤسسة بهية، وافكركم انه كل جنيه هتتبرعوا بيه بتصور انه اكيد بيساعد سيدات كتيرة جدا في حربهم ضد السرطان، واكيد بيساعد مؤسسة بهية في تكملة بناء بهية الشيخ زايد. بفكركم انه نقف كلنا جنب بهية زي ما بهية في ظهر كل ست مصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين.